وليد، هل يعني من متابعتك دلوقتي حاسس ان في حالة احباط هتأثر في ماتش فلامينجو، ولا الفرقة قامت بسرعة واللعيبة يعني بعد الماتش حاسس ان هم يعني غير الحزن من الهزيمة، لكن حاسس ان هيبقى في تأثير على الاهلي في الماتش الثالث والرابع؟ يعني لو بتتكلم عن رصد للحاله الحاليه، لا، في كميه احباط كبيره جدا جدا، وهيكون في مسؤوليه ومجهود بالنسبه للجهاز الفني والجهاز الاداري وطبعا وكابتن محمود الخطيب وباقي اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، اللي لازم طبعا يكون ليهم دور دلوقتي في اخراج اللعيبه من الحاله دي، لان انجاز البرونزيه او الفوز بميداليه برونزيه انجاز مهم. الاهلي هيكون اكتر الانديه تتويجا، هيكمل كافريقي وكنادي عربي بعدد من الميداليات، 4 برونزيات، فده تاريخ بيتكتب في الاخر. النادي الاهلي النهارده عنده ارقام قياسيه محتاج يحافظ عليها. فكره حتى الديبيت والهيستوري في المباريات بينك وبين نادي لاتيني، نادي بطل امريكا الجنوبيه، دي بتتحط في التاريخ. الاهلي قبل كده تخطى بالميرس لكن ما كسبش، خطاه بركلات الترجيح، فبالتالي لما تحقق فوز على فلامينجو بطل كوبا ليبرتادوريس، فريق عنده نجوم كتيره، وفريق انا مش عايز اقول لك ان عدد جماهير فلامينجو اللي موجوده في المغرب عدد رهيب لا تتخيله، يعني عدد كبير جدا ما لا يا يقلش عن راجل، جايين 20,000، منين دول؟ جايين من البرازيل ومن اوروبا ومن كل حته. هي دايما 20,000 ده، بقولك 20,000 بس هم اعداد ضخمه جدا، كل اعداد جماهير ضخمه جدا. البرازيل كده يعني، آه. كل لا بطولات لا كاس لا لا عالم لا كده. لا، يروحوا في اي حته. انت مواجهة الاهلي شرف يعني، برضو دي دعم يعني، هم كده استدعوا ناس كتير دلوقتي اكيد والله يا وليد. عشان هيلعبوا على ما الثلاث يا طبعا طبعا، هم اول ما عرفوا ان هم يلعبوا الاهلي على فجابوا طول الطيران الرجاله، من جسر الجوز هم طبعا، عارفين حسابهم هيلعبوا الريال في النهاية، ريال مدريد، فمش محتاج يا كابتن عيد نبعت ناس، لكن الاهلي محتاج طبعا. طب يعني لا تتفاجأ ان عدد جماهير طب فلامينجو انشيلوتي في هل كان ليه المباراة. تصريحات بعد الماتش؟ انشيلوتي برضه في المؤتمر الصحفي طبعا عبر عن سعادته واشاد النادي الاهلي، وقال ان المباراة كانت قوية باللبانه جدا. بتاعته دي هيمشي. والحاجب، ولازم الحاجب ده يترفع كان هيمشي ويتكلم. بيقولوا الوكالات اللي بره يعني. طبعا طبعا، دي ودي برضو من الحاجات اللي لازم الناس تستوعبها، ان البطوله دي حياه او موت بالنسبه لانشيلوتي وبالنسبه لريال مدريد، لان مع التراجع الاخير الابتعاد عن صداره الليجا وخساره السوبر والمشاكل اللي عنده، فبالنسبه له الفوز بلقب كاس العالم للانديه كان يعني الامل الاخير عشان يستمر ويحافظ على منصبه. انا عايز اقول لك ان بدا يبقى في ترشيحات لاسامي تخلف كارلو انشيلوتي، وده حتى يعني بيفسر لنا، هو الراجل جاي مركز بشكل كبير جدا، وحتى في المؤتمر وليد الصحفي عشان اللي قبل بص انا عشان خاطر ايه ننجز، الناس شايفة عندك في المغرب الاهلي هيكسب فلامينجو ولا لا يعني؟ لا لا، الناس قالت لو الاداء بتاع النادي الاهلي قدام فلامينجو زي ما ادى النهارده قدام ريال مدريد باستثناء اخر كام دقيقه اللي يعني اتخطف فيهم النادي الاهلي بهدفين اضافيين، الناس بتقول ان الاهلي ظهر بشكل قوي وانه قادر ان شاء الله يكسب البطوله. وليد الحديد انا بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله نلتقي باذن الله بكره ان شاء الله.